الكوتش، الكوتش إدغار والكوتش طلايتش. مباراة ذات مستوى تكتيكي عالي، وهناك رافت علي وتنفيذ الركلة الحرة المباشرة. رافت علي طويلة للأمام، طويلة، والهدف الثاني. الله 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 الله، البهداري 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 البهداري، عبد اللطيف عبد اللطيف عبد اللطيف، عملها 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 في الوقت القاتل، في الوقت الصعب. يتقدم الوحدات المارد الأخضر على شرطان الأوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد. ما أحلاك يا جمهور، ما أروعك يا جمهور، فرحة عارمة، فرحة كبيرة، همسة لمسة فرحة. يتقدم الوحدات على شرطان بهدفين مقابل هدف واحد عن طريق اللاعب الأسمر الغزال 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 البهداري، يجعل فريق الوحدات يتقدم بهدفين مقابل هدف. وشاهد الفنان رأفت علي، واللاعب القادم من الخلف اللاعب البهداري، قنبلة صاروخ بوجه القدم الأمامي داخل الشباك. يفرح ويفرح، يفرح ويفرح، الهمسة واللمسة والفرحة لهذا اللاعب قلب دفاع فريق الوحدات. الوحدات الذي هو سعيد للغاية بهذه النتيجة، بهذا التقدم، والتي تتزامن مع احتفال الأردن بعيد الاستقلال ويوم الجيش. وكل عام وأنتم بخير. هناك أحمد كشكش وكرة أرضية وبالشباك من الخارج. الوحدات يتقدم على شرطان بهدفين مقابل هدف واحد، والهدف جاء قلنا وقت صعب، وقت دقيق ووقت حساس. وحذاري من هذا الوقت، وحذاري من الوقت المتبقي. ونعود للوحة الخضراء، اللوحة الجميلة، اللوحة المشرقة، اللوحة السعيدة، لوحة الجماهير الوفية الأمينة، الجماهير المخلصة التي تشجع فريقها بحرارة، بانتماء، بوفاء، بإخلاص. والوحدات يعود لجزء من وضعه الطبيعي. شاهدوا كرة الهدف الثاني، كرة طويلة بزيادة عددية، والمتابعة من قلب الدفاع البهداري، أحد نجوم هذا